أهلا بكم في الليلة، معكم أنا خالد سعيد ونناقش فيها. بعد الإفراج عنه وصل القيادي في نظام القذافي عبد الله منصور إلى النيجر على متن طائرة خاصة رفقة مسؤولين في الدولة. إفراج قال عنه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إنه جاء بالتنسيق مع النائب العام والمدعي العسكري، داعيا المواطنين إلى دعم المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع في كل مكان مهما كانت انتماءاتهم. نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة، تتابعون عناوينها مع خديجة الرحمون. شكرا خالد، إذن تتابعون في نشرتنا الليلة. الأعلى للدولة يرجئ التصويت على تعديل الإعلان الدستوري إلى جلسة الثلاثاء ويشكل لجنة لمناقشة نقاطه الخلافية. وعقب الإفراج عنه القيادي السابق بنظام القذافي عبد الله منصور يصل إلى دولة النيجر في طائرة خاصة رفقة مسؤولين. اكتشاف مقبرة جديدة بطرهونة، وهيئة البحث عن المفقودين تقول إن عمليات استخراج الجثث ستجرى غدا الثلاثاء. يشاركني في تقديم نشرة الليلة محمد زينب. شكرا لك خديجة. تتابعونا معنا في نقطة نقاش الليلة. بعد تزايد انتشار جثث مهاجرين من شواطئ البحر في عدة مناطق ساحلية، منظمة الهلال الأحمر تصف الوضع بالخطير وتطالب بتوفير الإمكانيات لها. المنظمة دعت في مؤتمر صحفي بالخمس كافة الجهات المسؤولة بتوفير مركبات لنقل جثث المهاجرين وثلاجات لحفظ الموتى تمهيدا لدفنهم. فما أسباب زيادة غرق قوارب الهجرة قبالة السواحل المحلية؟ وما دور الجهات المختصة في الحد من ظاهرة الهجرة؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف عليها صحبة الزميلين حمزة قديش ومازن رجوب. إليكما في ملفنا الاقتصادي لهذه الليلة. وزارة المالية بحكومة الوحدة تحيل أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير إلى مصرف ليبيا المركزي. وتتابعنا في الجولة الرياضية. الفيفا تؤكد صحة إجراءات تسجيل نادي الاتحاد للاعبيه وفق المواعيد المحددة. هذه كانت عناوين الليلة، ما أنا فألقاكم بعد ساعة من الآن، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيم الحامي تعليق جلسة اليوم الاثنين على أن تستأنف يوم غد بالتصويت على التعديل الدستوري 13. من جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي إن المجلس ساغ التعديل الدستوري 13 بحضور عضوين وموظف بمجلس الدولة كممثلين عن رئيس المجلس خالد المشري. مرة أخرى يلقي عقيل صالح بكرة القاعدة الدستورية في ملعب المجلس الأعلى للدولة، غير أن مناورة عقيل الأخيرة جاءت على شكل تعديل جديد للإعلان الدستوري حمل رقم 13 هذه المرة. وكنوع من تصعيد الضغط السياسي على مجلس الدولة، ألمح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي في تصريح للأحرار إلى أن البرلمان أنهى ما عليه فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وتعديل الإعلان الدستوري، وينتظر خطوات مماثلة من الأعلى للدولة، مؤكدا أن التعديل كان بحضور ممثلين عن رئيس المجلس خالد المشري. ارتدادات تحركات عقيل الأخيرة وإن كانت بالتنسيق مع المشري انعكست بشكل مباشر على توجهات الأعلى للدولة عبر إحداث انقسام داخله بين أعضائه، انقسام عبر عنه في تصريح للأحرار عضو المجلس الأعلى السنوس الجمي الذي وصف النقاش في أروقة المجلس بالمنقسم بين مؤيد للتعديل 13 للإعلان الدستوري وبين من يرفضه بشكل كلي، الأمر الذي شكل تيارا ثالثا يمثل نوعا من الأغلبية داخل المجلس يطالب بإعادة صياغة التعديل الدستوري وفقا لرؤية الأعلى للدولة
ثم يحال من بعد ذلك إلى مجلس النواب. وبين تحركات عقيلة والمشري والتي تبدو في ظاهرها جهودا في طريق إنجاز الاستحقاق الانتخابي، يستمر طيف من المراقبين بوصفها بالمناورات التكتيكية لإطالة البقاء في السلطة أطول وقت ممكن. شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين بحسب قوله. جاء ذلك خلال لقاء المنفي بشبكة تواصل الأحزاب في طرابلس، حيث أكد على أهمية إيجاد حل لحالة الجمود السياسي والوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات. أذا وشدد أعضاء الشبكة على ضرورة وجود مواعيد محددة لإجراء الانتخابات وتحديد البدائل الأخرى حال استمرار التأخير في إصدار القاعدة الدستورية. إلى ذلك أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي تؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية لإجراء الانتخابات. وأثنى باتيلي خلال لقائه بوزراء في حكومة الوحدة الاثنين على جهود الحكومة المتعلقة بالمسار الانتخابي وقيامها بعدد من الإجراءات والمناشط التي تدعم تنفيذ الاستحقاق الوطني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة. أكد نائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه مع رئيسة جمهورية تنزانيا سامية صالوحي أكد أهمية تعزيز التعاون الإفريقي واستعادة ليبيا لدورها مع دول الاتحاد الإفريقي. من جهتها أكدت صالوحي خلال لقائها اللافي على هامش أعمال القمة الإفريقية في أديس أبابا أكدت استعداد بلادها دعم مسار المصالحة الوطنية وتقديم الدعم لمعالجة الانسداد السياسي. ونبقى في أديس أبابا، حيث دعا الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الأطراف الوطنية إلى الانخراط في مسار سلمي لحل الأزمة دون تدخل أجنبي. هذا وحث المسؤول الجزائري خلال قمة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، حث الأطراف الفاعلة في البلاد إلى تبني حوار يفضي إلى حل سياسي وتوافقي. وأكد الوزير الأول الجزائري استعادة بلاده للإسهام في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وأمن ليبيا واستقرارها. ننتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا الخبر العاجل، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأنهم مستعدون للتعاون مع المؤسسات التشريعية في وضع آليات بديلة وإيجاد إطار دستوري لإجراء الانتخابات. المنفي تحدث على أن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية وتحديد أولويات الإنفاق وحياد المجلس السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا. المنفي أضاف أيضا بأن المصالحة الوطنية هي أساس لكل المسارات، ويجب منح دعائمها المتمثلة في جبر الضرر والتعويضات أولوية في الإنفاق العام. إذن المنفي تحدث بشكل واضح على أن المجلس الرئاسي مستعد اليوم للتعاون مع المؤسسات التشريعية في وضع آليات بديلة وإيجاد إطار دستوري لإجراء الانتخابات. خديجة، إذن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصر الصحفي والمحلل السياسي رمضان معيتيق. أهلا بك سيد معيتيق. إذن قبل أن نبدأ بالخلاف اليوم المتعلق بالتعديل الدستوري 13، كيف تبعت هذه التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الرئاسي، وهل ستكون هناك فعلا يعني قابلية من قبل الأطراف السياسية ليكونوا جزء في هذه المصالحة؟
تحية لك خديجة، تحية لك محمد، وتحية لكل المشاهدين الكرام. هذا المتوقع، يعني مثل هذا التصريح منذ أمد طويل للسيد محمد النفي. أعتقد أن المستجدات كثيرة، أظن أن يعني هذا التصريح المتوقع منذ فترة هو إدانا بالإيجاد الحل الدولي أو لبدائل لإطار دستوري لعملية انتخابية مقبلة، بعيدا عن الإشكاليات التي طرحها مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. لكن يعني قرأت في التصريح أيضا بأن السيد النفي يقول بأنه مستعد للتعاون مع الجهات التشريعية، ويقصد هنا المجلسين. فهل المجلسين متعاونين ومستعدين فعلا للتعاون مع المجلس الرئاسي، أم أنهما سيكرران ذات السيناريو الذي حصل في إغدامس؟ نذكر بأن يعني النفي والمجلس الرئاسي كان صاحب مبادرة للجلوس الثلاثي ما بين المجلس الرئاسي ومجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في إغدامس، وتباحث يعني في النقاط الجدلية الأخيرة، ووضع نقاط توافقية حيالها للمضي قدما نحو الانتخابات. ولكن يعني أبى المجلسان إلا أن يلتفا حول هذه المبادرة ويذهبا خارج الوطن إلى القاهرة تحديدا، ويعودا منها ويقول أننا قد توافقنا حول وثيقة دستورية، لتثبت الأيام بأنهما لم تكن هناك أي توافق. الآن أعتقد بأن هذه هي صافرة البداية نحو إيجاد الآليات البديلة التي تحدث عنها حتى بيان مجلس الأمن في ديسمبر الماضي. وأتوقع بأن هناك ترتيبات سوف يكون المجلس الرئاسي هو عمادها من خلال الجلسة المقبلة. طيب، سنتحدث بالفعل عن الآليات البديلة، نعم، التي تحدث تم الحديث عنها اليوم فيما يتعلق باستعداد المجلسين للتعاون بالفعل للوصول إلى حل لهذه الخلافات بينهما. هناك من يرى أنه تحركات عقيلة الأخيرة، وبالتحديد فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، ربما هي يعني جهود في طريق فعلا في طريق الوصول إلى إنجاز، وبالتالي الوصول إلى الانتخابات. هناك طرف آخر يرى أنها بمثابة رمي الكرة في ملعب الأعلى للدولة. أنت كيف تراها؟ أرى بأن المجلسين يا خديجة لو اتفقا فهذا إعلان عن خروجهما من الساحة بشكل تام، بالتالي لا يمكن لهما إلا أن يتقاذفا الكرة. يعني بالتالي عقيلة صالح لا يريد أن يتحمل لوحده مسؤولية كل النتائج لإفشال العملية الانتخابية، سواء في 24 ديسمبر الماضي أو في التوافقات التي حصلت أو قيل أنها حصلت في القاهرة في غير ما مرة، والوصول إلى توافق شبه تام في غير ما مرة، ثم نكتشف جميعا بأنه لا وجود لهذا التوافق. فبالتالي رمى الآن هذه الكرة مع كل النقاط المفخخة التي يعلم بيقين بأن أعضاء كثر من داخل المجلس الأعلى للدولة لن يمرروها بشكل تام، وهو ما نتحدث عنه الآن. يعني اليوم طلعت في تصريح للسيد السنوسي القمي ويقول بأن ستكون هناك صياغة خاصة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة سوف ترد إلى المجلس النواب، بالتالي هنا صياغة بصياغة ليطول الأمد وتطول هذه التقاذف الكرة بين المجلسين، فقط ليثبتوا للمجتمع الدولي بأننا نعمل نحو إنجاز هذا الأمر، ويحاول أن يفوت جلسة 27 من فبراير المقبلة في مجلس الأمن التي تتحدث ولا من المطلع أو من المترقب بأن تكون حول النتائج البديلة بعيدا عن المجلسين. فبالتالي هي مجرد يعني عمليات مراوغة يعني لحل أممي قد يكون عماده كما أسلفت لك هو المجلس الرئاسي. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يعني سوف يغفل عن هذه الإجراءات، وأعتقد أن المجتمع الدولي أعتقد أن قد حدد طريقه لهذا السياق الأممي. بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة، كثيرا ما تم اتهام خالد المشري من قبل الأعضاء الأعلى للدولة بالانفراد باتخاذ القرارات خاصة المتعلقة بالمجلس النواب وتفاهماته مع مجلس النواب. ما تبعات ذلك هذه المرة برأيك؟
تبعات هذه المرة يعني خالد المشري يعلم بأن يعني التعديل الثالث عشر يعني لا يمكن أن يمر من داخل مجلس الأعلى للدولة، يعني مع كل هذه الصلاحيات المطلقة التي تمنح للرئيس، مع التعطيل لمشروعية ثورة 17 من فبراير في الإعلان الدستوري في المواد التي ألغاها عقيلة صالح أو مجلس النواب في هذا التعديل. فبالتالي يعني الآن قصة تشكيل هذه اللجنة لدراسة التعديلات كلها محاولات من رئاسة المجلس الأعلى للدولة لإبداء الصورة وكأن هناك عمل حقيقي توافقي ما بين المجلسين، وواقع الحال بأن هي ما يجمعهما الآن المصلحة، لأنهما كما بدأت هذه المداخلة لو اتفقا فهو إعلان منهما بخروجهما من المشهد برمته. المجتمع الدولي، وحضرتك يعني قلت أنه لن يغفل هذه المرة عن المراوغات من قبل المجلسين، لكن ليست المرة الأولى التي نرى فيها الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، ويعني بشكل عام المجتمع الدولي يقول بأنه سيكون هناك عقوبات وعقوبات كبيرة على المعرقلين للانتخابات، ولكن لم نرى شيء بعدها. يعني لماذا سيكون الأمر مختلف هذه المرة حتى وإن تم الحديث عن آليات بديلة كما تم وصفها؟ نعم، التلويح في القرارات الأخيرة يعني الصادرة من مجلس الأمن أن لجنة العقوبات المشكلة في سنة 2011 بخاصة بالبند السابع المطبق على ليبيا، وأنها سوف تعاقب أو تحال لها بعض الشخصيات أو حتى المؤسسات المعرقلة للعملية الانتخابية، هو حقيقة تلويح حقيقي. ولكن الآن ما تم الإعلان عنه في الإعلان الأخير في ديسمبر الماضي من قبل مجلس الأمن وما تبعته من تصريحات لبعض الدول الإقليمية والدول المؤثرة خاصة منها دول فرنسا وعفوا أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا في تصريح مشترك يعني تحدثوا بأن يعني لابد من إيجاد البدائل ليقينهم بأن المجلسين لن يمضيا في اتجاه إنجاز هذه القاعدة الدستورية. بالتالي يعني الخطة الأممية موضوعة وأوكلت إلى عبد الله باتيلي بعد اختياره بالإجماع داخل مجلس الأمن تطبيق هذه الخطة، والتي من ضمنها يعني إحياء مسار سياسي جديد، وكذلك هذا الحوار السياسي من المفترض به أن يقوم بإيجاد إطار انتخابي جديد بعيدا عن المجلسين. وكما أشار البيان تحديدا بأن الحوار لابد أن يكون حوارا شاملا لا يقتصر على المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. فبالتالي يعني لو حدث وأن كانت هناك المزيد من العراقيل، قد يتعرض شخوص عقيلة صالح وأي شخص معرقل لهذه الانتخابات لإحالة أسمائهم إلى لجنة العقوبات. شكرا لك الصحفي والمحلل السياسي سيد رمضان معيتي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة. وصل القيادي في نظام القذافي عبد الله منصور إلى دولة النيجر بعد الإفراج عنه على متن طائرة خاصة رفقة مسؤولين من بينهم وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية. هذا وقال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة مساء الأحد إن الإفراج عن عبد الله منصور جاء بالتنسيق مع النائب العام والمدعي العسكري، داعي المواطنين إلى دعم المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع في كل مكان وفق قوله. واللي بيجي من خلال عن العدالة الانتقالية يسأل الناس، فيجيب دبيبة بعد يومين من ذكرى فبراير بأن الثورة لم تكن إلا لتحقيق العدل، ويعلن بعدها الإفراج عن القيادي عبد الله منصور ضمن ما سماه جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفق قوله. الإفراج عن آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي بعد نحو 10 سنوات أعاد سؤالا مؤرقا للأذهان، ما مصير العدالة الانتقالية في ليبيا
وهل تطوى صفحات الماضي ضمن صفقات قد تكون سياسية؟ وما مصير الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في عهد القذافي وما بعد فبراير؟ لم يكن الإفراج عن منصور هو الأول من نوعه، سبق ذلك الإفراج عن الساعدي نجل القذافي والبغدادي المحمود وآخرين ضمن ترتيبات رآها البعض بداية تحالف أو نتاج صفقات بين أطراف بعينها، بينما يؤكد آخرون أنها لم تكن إلا تنفيذا لأحكام القضاء. مشروع المصالحة الوطنية المطروح دون تفاصيل والمتداول على طاولة النقاش لا يتطرق بشكل مباشر إلى كيفية تحقيق العدالة الانتقالية لملفات تشكل إرثا مهما في ذاكرة الليبيين، وملفات لا تقل سوءا عنها في الماضي القريب. ويعد عبد الله منصور ثالث شخصية مهمة في عهد القذافي تسلمته ليبيا من الخارج، وهو مسؤول أمني برتبة عميد تولى رئاسة أحد أخطر الأجهزة الأمنية، كما كان مسؤولا عن قطاع التلفزيون والإذاعة الرسمية لسنوات عدة. وعقب تسلمه من النيجر وجهت له تهم تتعلق بالضلوع في قمع ثورة فبراير والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا وجلب المرتزقة للقتال بجانب القذافي، إضافة إلى التعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية. إلا إن منصور ورغم كل هذه الاتهامات صار الآن حرا طليقا، فهل تجرف المصالح السياسية العدالة المنتظرة؟ وهل هي بداية مصالحة حقيقية؟ أم هي صفقة سياسية على أنقاض آلام الليبيين؟ إلى ذلك قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن تحقيق العدل يتطلب شجاعة من القيادات السياسية، مضيفا أنه لن يتراجع عن التعاون مع السلطات القضائية. هذا وأضاف الدبيبة في مراسم إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء أن حكومته حريصة على إرساء قيم العدل بين كافة المواطنين باختلاف انتمائهم السياسي، لافتا إلى وجود كثير من المظلومين في السجون من كل مناطق ليبيا، ومعربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تتمكن حكومته من الإفراج عن كل مظلوم بحسب تعبيره. تحقيق العدل يتطلب شجاعة القيادة السياسية، فإنني وأعلنها أمامكم بكل وضوح وبكل شجاعة، لن أتراجع لحظة عن التعاون مع السلطات القضائية في إرساء قيم العدل يبين هذا العدل الذي يمثل بين أبناء هذا الوطن مهما كان انتماءهم السياسي. وإنه بلا شك هناك الكثير والكثير من المظلومين في السجون من كل مناطق ليبيا. إني أدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم أن يمكننا من التفريج على كل مظلوم ومقهور. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جديدة بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة، موضحة أن عمليات انتشال الجثث ستبدأ يوم غد الثلاثاء. هذا وكانت الهيئة قد أعلنت المدة الماضية انتشال الثلاث جثث مجهولة الهوية من ذات الموقع، مشيرة إلى أنها تعمل على بلاغات أخرى وردتها من مواطنين بشأن عدد من المفقودين. من جهته أكد عضو رابطة ضحايا ترهون عبد الحكيم بنعامة أن المقبرة الجديدة تم اكتشافها عن طريق تحقيقات الجهات الأمنية مع المتورطين في قضايا المقابر الجماعية واحترافاتهم بها. وأضاف بنعامة في مداخلة مع الأحرار الاثنين أن عدد الجثث بالمقبرة المكتشفة ما يزال مجهولا إلى حد الآن، مؤكدا أنه سيتم العمل على معرفة عدد الجثامين في وقت لاحق من يوم غد الثلاثاء. كما أشار بنعامة إلى أن الهيئة تعمل على بلاغات في مواقع أخرى منها مثلث الموت وطريق سوق الجمعة، مبينا أن المواقع تحتاج لأجهزة بتقنيات رفيعة المستوى.
الآن مشاهدينا إلى جولتنا الاقتصادية يصحبنا فيها الزميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لك محمد. أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الاثنين إحالة أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة. هذا وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة المالية للأحرار إحالته الأذونات إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي في انتظار الموافقة عليها واستكمال تحويلها إلى المصارف التجارية وحسابات المواطنين. شدد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك على ضرورة إنجاح برنامج الإصلاحات المالية العامة في ليبيا ووضع الإطار اللازم والمناسب لها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة التحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات المنجزة تجاه تبني وزارة المالية مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية مع بحث تطوراته ومنهجية إدارته وسبل الدعم الفني المقترحة من قبل الشركاء الدوليين تمهيدا لإطلاقه كخطوة نحو التحول الرقمي بالوزارة. بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف الخدمات المالية المواكبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي. كما تم في الاجتماع الذي جرى الاثنين مناقشة واستكمال رؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام الحالي، والتي من أهمها مشروع نظام المدفوعات الفورية ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن المسماة اعرف زبونك إلكترونيا ومشروع الخدمة المصرفية المفتوحة. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على أهمية مراجعة التقدم المحرز نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا إلى جانب ممثلين عن مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار باتيلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر إلى وجود شفافية حول المالية العامة في ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة، لافتا إلى اتفاق المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم ليبيا وتحسين إدارة الإيرادات وإصلاحات مصرف ليبيا المركزي على حد قوله. قالت وكالة رويترز أن محكمة ساوت وارك كراوند بلندن قضت اليوم الاثنين بسجن على مدير استثمارات سابق في بنك جي بي مورغان الأمريكي ومصرفي آخر بالمصرف بالسجن 11 عاما، وذلك بتهمة الاحتيال على صندوق ليبيا أفريقيا للاستثمار بملايين الدولارات. هذا وحكمت المحكمة بالسجن على فريدريك بارينو ويوشيكي أمورا بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصبيهما، وذلك فيما يتعلق بمحفظة الاستثمار في ليبيا وإفريقيا. وحول قضايا الاستثمارات الليبية انضم معنا عبر الهاتف من طرابلس المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار سيد لؤي الجريو. سيد لؤي مساء الخير. ما حثيات أو ما المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبل المتهمين، وهل خسرت المؤسسة هذا المبلغ كليا؟ مرحبا سيد حمزة ومرحبا بكل متابعي قناتكم الموقرة. طبعا يبارك مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار هذا الحكم، حكم المحكمة البريطانية الصادر اليوم والذي قضى بمعاقبة المدراء السابقين لشركة اف ام كابيتال ببريطانيا. خلفيات القضية طبعا سيد حمزة، في نهاية 2014 رفعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إحدى الجهات التابعة للمؤسسة دعوى مدنية ضد مدير شركة اف ام كابيتال السابق وشركائه على خلفية سوء استخدام أموال الشركة. وفي يوليو 2018 كسبت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الدعوى المدنية وتحصلت على حكم يقضي بإدانة المعني وشركائه وإلزامهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها والمقدرة بنحو أو بمبلغ 14 مليون دولار. طيب لو تحدثنا عن حيثيات القضية بشكل عام وما ترتب عليها وكذلك ماليا وقانونيا حول هذه القضية. بالنسبة لي ماليا طبعا المبلغ 14 مليون دولار، لم تضيع هذه الأموال،
ومنذ صدور الحكم في الشق المدني استرجعت محفظة ليبيا فريق الاستثمار ما يزيد عن 90% من أموالها، ولا زالت عملية يعني إرجاع الأموال مستمرة حتى تاريخه. بعد صدور الحكم في الشق المدني باشرت النيابة الإنجليزية التحقيق. نعم، إذن لوي الجريو المستشار مضطرتين في القضية المدنية. نعم سيد حمزة. نعم استمر بالمعلومة سيد لوي. طبعا في أكتوبر من سنة 2022 أحالت النيابة الإنجليزية المدير السابق وشركائه على القضاء ومباشرة جلسات الاستماع أمام المحكمة الجنائية. في ديسمبر 2022 صدر حكم بإدانة المتهمين في القضية والحكم عليهم بالسجن. في تاريخ اليوم 20/2/2023 أصدرت المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة حكما نهائيا يقضي منطوقه بإدانة المدير السابق لشركة FM Capital وأطراف أخرى بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة وكذلك الكسب الغير مشروع والسجن 7 سنوات و6 أشهر وكذلك 3 سنوات و6 أشهر على توالي، بينما حكم على أحد الأطراف بالسجن 15 شهر. يأتي هذا الحكم تتويجا للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا فريق الاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة FM Capital، والذي مضمونه أن المدير السابق كان مسؤولا عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية، حيث أقرت المحكمة أن مبلغ التعويض يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون دولار. طبعا أخي حمزة، يعتبر هذا الانتصار القضائي نجاح آخر لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار والممثلة في هذه القضية بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كما تأتي هذه الجهود في إطار حماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومعالجة الإرث السابق المستلم منذ إنشاء هذه المحافظ سنة 2008. نعم، إذن لوي الجريو المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. قال مدير المكتب الإعلامي بشركة البريغ لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي للأحرار أن الشركة رفعت إمداداتها من وقود البنزين إلى محطات التوزيع. وأكد المسلاتي في تصريح خاص به الأحرار اللتين أن كميات الوقود ومشتقاته متوفرة بكافة مستودعات الشركة، مضيفا أن آلية التوزيع تسير بشكل طبيعي وانسيابي، مؤكدا أن حركة النواقل النفطية مستمرة على كامل الساحل الليبي بوتيرة اعتيادية. عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا موسعا بغرف التجارة وعدد من رجال الأعمال والموردين للوقوف على احتياجات السوق الليبي من السلع والبضائع مع قرب شهر رمضان المبارك. وناقش الاجتماع الحلول التي من شأنها أن تسهم في تخفيض الأسعار للمواد الأساسية وضمان توفير كافة الاحتياجات قبيل شهر رمضان وتلافي حدوث عجز في السلع وضمان ثبات الأسعار أو انخفاضها. طبعا بالنسبة للاجتماع اليوم اللي دعا له السيد الوزير يتعلق بشهر رمضان المبارك بأسعار السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية ومناقشة بعض الصعوبات اللي تصادف المستهلك أو المواطن بصفة عامة، يعني مثل أسعار السلع الأساسية بصفة عامة، أسعار اللي من ضمنها أسعار اللحوم، يعني الحاجات اللي يقتني فيها المواطن الليبي خاصة في شهر رمضان المبارك. وكما نعلم أن شهر رمضان المبارك شهر يعني يزداد فيه الاستهلاك خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان. أعلن مصرف الصحارى استلام شحنة سيولة تقدر ب 60 مليون دينار لفروع المصرف بالمنطقة الشرقية مرسلة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. وأشار المصرف في بيان له الاثنين إلى أنه تسلم الشحنة المذكورة لدى وصولها لمطار بنينة ببنغازي تمهيدا لتوزيعها على فروع المصرف بمدن المنطقة الشرقية، وذلك ضمن خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بمدن ومناطق البلاد بشكل عام. شهدت تسلط العملات الأجنبية انخفاضا في أسعار الصرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني خلال التداولات الرسمية مقابل الدينار بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي. وفي تعاملات السوق الموازي سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا أمام الدينار في تعاملات اليوم الاثنين. ختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين محمد وخديجة. شكرا لك. شكرا. We'll be right back.
قالت منظمة الهلال الأحمر الليبي إنها تعاني عدم توفر الإمكانيات المتمثلة في مركبات نقل جثث المهاجرين غير النظاميين، خصوصا مع امتلاء ثلاجات الموتى. وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي لها بمدينة الخمس أن من أكثر المشاكل التي يواجهها هي كثرة الجثث التي يلفظها البحر على الشواطئ، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفته بالوضع الخطير. واجهتنا صعوبات كثيرة وجمة تتمثل في عدم توافر الإمكانيات المادية والتي أصبحت معضلة أساسية تعوق عملنا. عدم وجود المركبات المخصصة لنقل الجثث، وأهمها تكدس الجثث في ثلاجة الموتى دون وجود مقابر مخصصة لدفنها. نطالب الجهات المعنية والمختصة بالنظر في هذه العقبات التي تواجه بلدية الخمس في أزمة الهجرة غير الشرعية وقوارب الموت وآلية انتشار الجثث، وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع الخطير داخل البلاد عامة وفي نطاق بلدية الخمس خاصة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة الخمس مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس محمد بوشعالة. أهلا وسهلا بك سيد محمد. ابتداء هل قربتنا من صورة الحدث؟ ما الذي يجري تحديدا على شواطئ وسواحل مدينة الخمس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا مخرجا من الظلمات إلى النور محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وكل متابعي قناة ليبيا الأحرار. أهلا بك. أولا ما يحصل داخل بلدية الخمس أو منطقة قصر الأخيار، طبعا الجغرافي لفرع الخمس الهلال الأحمر من وادي ترغد إلى بوابة كعب، كما حصل في أيام الماضية بانتشال عدد 11 جثة على شاطئ منطقة قصر الأخيار ومنطقة سيدين ومنطقة غنمة. في البداية كما نرحب ب طيب سيد محمد، ما نوع الدعم المفترض توفره؟ بمعنى هل هناك أي منظمات دولية قدمت لكم كجمعية للهلال الأحمر أي مساعدات بهذا الصدد؟ لا يوجد أي منظمة تم التواصل معها أو قدمت يد العون لجمعية الهلال الأحمر فرع الخمس. طيب ماذا عن الجهات المحلية؟ نحن نعلم تماما أن جمعية الهلال الأحمر هي جمعية معنية بالعمل الأهلي وتقديم يد العون بشكل مجاني يعني لكل المواطنين، لا سيما في الأزمات وحين وقوع أي كوارث بشرية، وبالتالي هل هناك أي جهة رسمية محلية قدمت لكم الدعم؟ لا يوجد أي تواصل من الجهات سواء محلية أو دولية. جمعية الهلال الأحمر تعمل لوحدها مع مديرية أمن الخمس وبلدية قصر الأخيار. أنتم دوركم يقتصر فقط على انتشال الجثث وإحصائها ومن ثم نقلها إلى المستشفيات والأماكن الأخرى مثلا التي من المفترض أن تنقل إليها، سواء كانت عرضها على النيابة بمديريات الأمن أو أي من ثلاجات الموتى المنتشرة في المدينة؟ طبعا اختصاص هلال الأحمر اختصاص صريح وواضح، بعد ورود معلومات إلى جمعية هلال الأحمر فرع الخمس يتم التبليغ عن طريق مركز شرطة أحد مراكز الشرطة داخل البلدية، ثم انتقال إلى واخذ لدن من النيابة العامة وانتقال إلى شواطئ المدينة. طبعا جمعية الهلال الأحمر باختصاص صريح انتشال الجثة، تغليفها، ترقيمها، تسليمها للجهات المعنية أو جهات المحلية لرفعها إلى مستشفيات واخذ عينات، ويتم تصريح من النيابة العامة بالدفن وتسلم إلى شركة خدمات العامة لدفنها. نعم، ما نوع المعدات
أو نوع المستلزمات التي يعني تعتبر بالنسبة إليكم مهمة والآن غير متوفرة لتسهيل مهامكم؟ جميع المعدات. أكثر حاجة تواجه في الصعوبات المركبات. طبعا فريق الطوارئ لما يستجيب لنداء أحد مراكز الشرطة يتواصل. ألو؟ نعم الصوت واضح يا محمد تفضل. عندما يستجيب فريق الطوارئ للنداء يقوم بانتشال الجثة ورفعها إلى مستشفى. طبعا المركبات لا يوجد لدينا أي مركبة دفع رباعي للدخول إلى الرمال. يعني أبرز النواقص أو أبرز المعدات التي من المفترض أن توفر إليكم هي المركبات، لسيما مركبات الدفع الرباعي، حتى تتمكنون من الذهاب إلى هذه السواحل أو الشواطئ وانتشال الجثث. وضحت الفكرة تماما. محمد بوشعالة مدير الهلال الأحمر فرع الخمس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الخمس. شكرا سيدي الكريم. الآن مشاهدينا الكرام في جولة إلى أهم الأخبار الرياضية، يسحبنا فيها الزميل مازن رجوبة. شكرا لكما. طالب مدير إدارة شؤون قيد اللاعبين بنادي الاتحاد عمر الطوير طالب اتحاد الكرة بإنصاف فريق الاتحاد وذلك بتسجيل لاعبيه ضمن فترة القيد الثانية. جاء ذلك بعد رد الفيفا الأحد بعد لجوء فريق الاتحاد، رد الذي رآه الطوير في مصلحة ناديه. نحن متأملين ومتأكدين وكلنا أمل حقيقة فأن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن ينصف هذا نادي الاتحاد في حقوقه في تسجيل اللاعبين، ونحن رانا داعمين لاستمرار المسابقة ولانطلاقها، ولكن في ظل تكافؤ الفرص وأن تكون هناك سلامة في المنافسة لكل الفرق الرياضية. إخواننا قد يتساءل البعض لماذا نادي الاتحاد هو النادي الوحيد اللي تحدث بذلك؟ لا، هناك أندية تحدثت بذلك ولديها الاستعداد أن تعبر معنا على هذا الكلام، وتحدثت الأخوة اللي هم ناشطين على منظومة التيمس يعرفوا هذا الكلام. أصدر نادي دارنس بيانا استنكر فيه قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم. نادي دارنس وعبر بيان نشره على صفحته بفيسبوك أعلن اتجاهه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية النادي من أي عقوبات جائرة على حد وصف البيان وقرارات من شأنها مصادرة حقوقه أو الإضرار به بحسب ما تفضل به النادي. يأتي هذا كرد لقرار لجنة المسابقات واعتبارها فريق دارنس خاسرا لمباراته بالجولة الماضية أمام الهلال بهدفين دون رد وخصم 3 نقاط وفرض غرامة تقدر ب3000 دينار. فاز الصداقة على الهلال بهدف دون مقابل ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الجولة 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم. المباراة التي أقيمت بملعب نادي شحات سجل هدفها الوحيد اللاعب أحمد سعد. هذا وشهدت المباراة إشراك عدد كبير من لاعبي الفريقين من مدربي الصداقة والهلال التونسي طارق ثابت والمصري محمد عودة للتعرف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الجولة القادمة التي يصطدم فيها الصداقة الخميس بالتعاون بملعب شحات، في حين يستقبل الهلال الأهلي بنغازي الجمعة بملعب ابننا. نشكر اليوم كيف الجمهور اللي جاي يتفرج، إن شاء الله نكونوا وفقنا في معناتها في مباراة كما هيك، لكن ما هي لمباراة ودية. صحيح ربحناها لكن الفريق المنافس كان كويس، احنا كنا كويسين، يظهر للجمهور معناتها شاف مباراة جيدة، مباراة حجمها كويس. ان شاء الله نواصلوا هيك. اليوم احنا مطالبين باش نسعدوا الجماهير هذه، جماهير شحات، جماهير نادي صداقة، معناتها باش نسعدوهم في المباريات الجاية. ان شاء الله تكون عندنا مسؤولية معناتها كبيرة ان شاء الله ما بيننا وبين اللاعبين. تنطلق الخميس المقبل التصفية الأولية لبطولة ليبيا للملاكمة لفئة الناشئين على مستوى الاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد الليبي للملاكمة، وتأتي قامة المنافسات ضمن خطة اتحاد اللعبة لاختيار أفضل العناصر للمنتخب الوطني لهذه الفئة الذي سيتكون من أصحاب الترتيب الأولى للبطولة المندرجة ضمن رزنامة الاتحاد الليبي للملاكمة للموسم الرياضي 2023.
كما يستعد الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية لتنظيم بطولة ليبيا في طرابلس نهاية فبراير الجاري. البطولة ستشهد مشاركة 91 فريقا في ثلاثة ألعاب هي البوبجي والتكن بالإضافة لكرة القدم. وبحسب القائمين فسيتم اختيار أفضل عناصر البطولة لتشكيلة المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في بطولة إفريقيا المقررة في العاصمة طرابلس في يوليو المقبل. أخيرا تستكمل الثلاثاء مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أبرز المباريات تلك التي ستجمع طرفي نهائي النسخة الماضية البطل ريال مدريد وصفه ليفربول بملعب الأخير الأنفيلد. موقعة من العيار الثقيل ستقام بملعب أنفيلد تجمع ريدز والنادي الملكي في مباراة ثأرية بين الناديين العملاقين. استعدادات الريال انتهت بالشكل المطلوب بعد تعافي كل نجومه لهذه المواجهة المرتقبة. كريم متعب قليلا وفضلنا أن يتعافى بشكل صحيح حتى يكون جاهزا لمباراة ليفربول. وتوني كروز أيضا تعافى للتو من الإنفلونزا وعاد هازارد وهو بخير وكذلك كورتوا. الليفر الذي يعيش أياما عصيبة بعد النتائج المخيبة في البريمير ليج يحاول مصالحة جماهيره أوروبيا وتحقيق انتصار يسهل عليه المهمة بملعب البرنابيو. من الواضح أننا في وضع أفضل مما كنا عليه قبل أسبوعين، ولكن لا يزال لدينا مجال للتحسن ونحتاج إلى التحلي بالثبات. المباراة القادمة ستكون ضد ريال مدريد وهي منافسة مختلفة. مواجهات كبيري إنجلترا وأسبانيا في الأعوام الثلاثة الماضية حسمها النادي الملكي وكان آخرها نهائي العام الماضي حيث يبحث زملاء محمد صلاح عن تحقيق الثأر والتأهل إلى الدور القادم على حساب الريال. ختام الرياضة من جديد إلى محمد وخديجة لكم. شكرا لك مازن. شكرا مازن. وصلت فرق الإنقاذ الليبية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بجنوب تركيا، وذلك بعد انتهاء مهمتها التي استمرت لأكثر من أسبوعين. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع وإياكم. بعد نحو 12 يوما أنهت الفرق الليبية للبحث والإنقاذ مهمتها في جنوب تركيا. جهاز الطب العسكري وهيئة السلامة الوطنية وفريق الطب الميداني وصلوا بسلامة الله إلى أرض الوطن وحظوا باستقبال على أرضية مطار معيتيقا. البعثة الطبية لجهاز الطب العسكري اللي مبعوثها من وزارة الدفاع تتكون من 30 طبيب متخصص، تمت إرسالنا لمدينة أنطاكيا كمجموعة أخرى تقوم بالبحث والإنقاذ في خلال الشوارع والأزقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحياء أو جثث تم انتشالها من بين الأنقاض. مركز طب الطوارئ والدعم شارك بفاعلية في المناطق المنكوبة، وقد حظيت مشاركة الفريق بإشادة وسائل الإعلام التركية. بالفعل أثبت الفريق جدارته وقام بعمل جبار، ليس من هذا الفريق بل هذا بشهادة سكان هذه المناطق المنكوبة. لله الحمد يعني أكثر من 83 جثمان تم انتشاله، أكثر من 11 شخص تم إخراجهم أحياء، أكثر أيضا من 160 رعاية صحية. أكثر من 100 عنصر من رجال ليبيا شاركوا بجدارة في هذه المهمة الإنسانية التي حظيت باحترام الإعلام التركي واكتسبت خبرة في التعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. انطلق بطرابلس الاثنين منتدى ومعرض تصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في دورته الأولى، هذا ويستمر المؤتمر 3 أيام بمشاركة شركات اتصالات محلية وعربية ودولية. إذن المزيد في سياق هذا التقرير نتابعه وإياكم. مشاركة واسعة لأكثر من 40 شركة ليبية و12 شركة تونسية في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات
بالإضافة إلى شركة أردنية ضمن فعاليات معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. الشراكة حتبتدي من اليوم، الموجودين واللي عندهم رغبة في الشركة ويشغلوا في الشباب الليبيين ويتعاونوا معهم كتير وعندهم رغبة يتعاونوا مع الليبيين يعني من الصين موجودين معنا اليوم، أيضا من الأردن، الأردن بسم الله ما شاء الله قاطعين باع، ولكن شافوا الشباب الليبيين يشتغلوا معهم فجوا اليوم وعندهم رغبة يتشاركوا مع الليبيين. كوادر تقنية المعلومات والاتصالات الليبية ذات خبرة في تنفيذ الأعمال التقنية وتلتزم بتوفير خدمات عالية الجودة وتجلب الكثير من المشاريع، ما أدى إلى إطلاق العديد من تطبيقات خدمات التوصيل والتسويق التي أصبحت أسماء مألوفة في ليبيا. تواجهنا مجموعة من الصعوبات اللي تتمحور في البيئة اللي احنا قاعدين نخوضه في العمل داخلها، يعني من خلال المعوقات انك انت مثلا لو بتستورد او بتورد او مثلا تبي تشتغل بكيفية مثلا جانب اداري قانوني، خصوصا حاجات جديدة التقنية جديدة ما تلقاش لها تشريعات، ما تلقاش لها يعني سوق متفتح ليها، فهذه مجموعة من العراقيل. المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وتسعى الحكومات لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة. منتدى ومعرض خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى المصادر الجديدة للدخل الليبي غير النفط والغاز، وبمشاركة واسعة دولية عربية وأيضا محلية، وهذه تعد من الفرص الجديدة لبعض الشباب المحليين للدخول في السوق العربية والسوق العالمية. سارة حبيب لقناة ليبيا الأحرار، طرابلس. انطلق بمدينة الزاوية الملتقى العلمي الأول لأطباء الأسنان بمشاركة 100 طبيب وأخصائي من مختلف مدن المنطقة الغربية. وتضمن الملتقى إلقاء محاضرات علمية وتثقيفية وعروضا مرئية تقديمية حول طب الأسنان وعلومه وآخر التطورات في هذا التخصص بهدف تطوير مستوى الأطباء العاملين والخريجين الجدد. الهدف من هذا الملتقى هو يعني رفع الكفاءة من الطبيب الليبي للتقدم ولكي يصبح من الأطباء الممتازين في هذا المجال وهو المجال الطب الأسنان. محاضرتي اليوم على أكثر حاجة مهمة اللي هي أسباب فشل التركيبة، وهذه طبعا حاجة هذه منتشرة بكثرة في العيادات. بحث ملتقى نساء يفرن التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذه المدينة. ويهدف الملتقى الذي نظم من قبل مشروع تقارب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس البلدي يفرن، يهدف إلى دعم المرأة عبر إطلاق برامج تدريبية لها في مجال إعداد المشاريع الصغرى. تم الحديث عن المشاكل اللي تواجهها المرأة من الناحية الصحية، نقص المواد الطبية في داخل البلدية، وكذلك عدة نواقص في عندنا في التعليم من معامل سواء كانت علوم حياة أو كيمياء أو غيرها من معامل الحاسوب الإنجليزي. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. نترككم مع أهم ملفات الليلة مع الزميل خالد سعيد. إلى اللقاء. الإفراج عن عبد الله منصور آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي بعد نحو 10 سنوات لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق ذلك الإفراج عن الساعدي نجل القذافي والبغدادي المحمودي وآخرين غيرهم. بعد الفاصل.